حابب اكلمكم في شويه امور، لكن هنروح الكويت الاول وناخد الكابتن طه الطوخي، واحد من نجومنا الكبار واول مدير فني بيفوز بكاس الخليج وابن النادي الاهلي الكبير كابتن طه الطوخي. السلام عليكم يا كابتن. عليكم السلام وبركاته. اهلا فيك حبيبي. اخبارك ايه يا كابتن؟ الحمد لله. تحياتنا ليك وتحيات جماهير النادي الاهلي. كابتن طه الطوخي واحد من نجوم ورموز النادي الاهلي، وهو اول مدير فني يفوز بكاس الخليج. ذكرياتك يا كابتن خاصه واحنا بنتواكب مع كاس الخليج في الكويت. ايوه حبيبي اهلا بيك. اهلا وسهلا كابتن. عايزين نتكلم عن تجربتك يا كابتن، وحضرتك اول مدير فني بتفوز بكاس الخليج، والتزامن الان مع كاس الخليج بالكويت، واصلا التكريم اللي حصل، تكريم امير الكويت ليك يا كابتن. الحمد لله. طبعا هي كانت الدوره الاولى او البطوله الاولى سنه 1970. انا يعني من 47 سنه، فانا كنت في الكويت الحقيقه في نادي النصر الكويت، وبعد يعني سنه كده من عامل في نادي النصر كان في مباراه دوليه وديه بين الكويت والبحرين، فلعبوا المباراه الاولى في البحرين، المباراه الثانيه في الكويت. اتحاد الكره الكويتي يعني خد قرار مجلس الاداره ان انا اكون مدرب منتخب الكويت في هذه المباراه الثانيه يعني بين البحرين والكويت. تمام. فطبعا حصل بقى في حاجه في الموقف كده باختصار شديد. في المباراه الشوط الاول انتهى 3-2 لصالح البحرين. الشوط بين الشوطين عملت تغيير انا بفضل ربنا سبحانه وتعالى بتوفيق ربنا. كان في لاعب صغير في الكويت هنا في نادي الشباب، نادي الشباب كان نادي درجه ثانيه، واللاعب اسمه خلف سطام كان سنه صغير جدا يعني. المهم اشركته في الشوط الثاني بدل لاعب من اللعيبه اللي هم المشهورين في الكويت هنا. والحمد لله انتهت المباراه 8-3 لصالح الكويت، يعني منتخب الكويت سجل 6 اهداف في الشوط الثاني. كان في الوقت ده بقى في اجتماعات عشان اقامه دوره الخليج، وقرروا انها تقام في البحرين في مارس 1970. ايضا برضه الاتحاد الكويتي لكره القدم خد قرار ان انا طبعا كنت في نادي النصر يعني، خدوا قرار ان انا اكون مدرب منتخب في بطوله الخليج الاولى، وطبعا في الانديه الكبيره زي القادسيه والعربي والكويت والسلمية كان في مدربين اجانب يعني، انا الوحيد اللي كنت يعني من مصر في الوقت ده، وفي نفس الوقت كان سني صغير طبعا كنت اصغر مدرب انا في التوقيت ده. خدوا قرار ان انا اكون مدرب منتخب الكويت في الدوره الاولى. والحمد لله احنا عملنا معسكر هنا داخلي في الكويت، لان في الوقت ده ما كانش فيه معسكرات خارجيه، ما كانش فيه نقل تلفزيوني طبعا مظبوط في دوري الخليج، فما كانش فيه الواحد عنده فكره طبعا عن منتخب السعوديه او منتخب قطر. منتخب البحرين لعبنا المباراه اللي انا اتكلمت عنها دي، وكان مدربهم برضه مدرب منتخب البحرين المصري الكبير الله يرحمه ان شاء الله كابتن حماد الشرقاوي، كان مدرب منتخب البحرين. فالمهم اتعمل جدول المباريات وعلى اساس تقام في مارس 1970، وهم كانوا 4 دول المشتركين في الدوره الاولى يعني. ما كانش فيه طبعا لسه الامارات وعمان ما كانوش عملوا يعني، والامارات برضه ما كانش عندهم منتخبات يعني. فكان المنتخب الكويتي والسعودي والبحريني والقطري. ولعبنا 3 مباريات، المباراة الأولى بين السعودية والكويت والكويت فازت 3-1. المباراة الثانية مع قطر والكويت فازت 4-2. المباراة الثالثة اللي هي تعتبر نهائي يعني الكويت فازت 3-1 أو فزنا يعني 3-1 على أساس أنا كنت مدربه يعني. تمام. طبعا يعني كانت فرحة كبيرة في الكويت طبعا، لان دي اول بطوله رسميه تدخل في الاتحاد الكويتي او في دوله الكويت يعني، لان دي مكان قبل كده ما فيش طبعا مباريات دوليه او لقاءات دوليه. ونحمد ربنا ان اللعيبه يعني اللي اشتركوا في الدوره الاولى، ومنهم لاعب طبعا مشهور جدا بعد كده طبعا، لانه انا اخترته وما لعبش في الدوره الاولى اللي هو حمد محمد، وده معلق طبعا كبير هنا في طبعا تيم الكويت، وبعد كده بقى لاعب طبعا مستوى عالي جدا جدا، اشترك في اكثر من دوري الخليج بعد كده، واشترك في بطوله اسيا،
من الكويت طبعا اول بلد خليجي يعني يفوز ببطوله اسيا، ثم كاس العالم 82 اسبانيا ايضا برضه منتخب الكويت اول دوله خليجيه تشارك في نهائيات كاس العالم سنه 82 في اسبانيا. وبرضه يعني الحمد لله اكثر من لاعب من البطوله الاولى كانوا اساسيين في منتخب الكويت ولله الحمد. كابتن طه الف مبروك، والف مبروك على التكريم، وانت واحد من ابناء مصر وابناء النادي الاهلي الف مبروك، ودايما حياتك في تكريمات، ودايما كل نجم بيدي اكيد اكيد بنفرح لما بيكرم، انك تستحق التكريم يا كابتن. الحمد لله، وده شرف كبير ليا لان دايما بيذكروا الاسم ان انا كنت مدرب في النادي الاهلي طبعا نادينا الكبير، والحمد لله والشكر لله، وبالتوفيق دايما يا رب لقناه الاهلي وللنادي الاهلي ان شاء الله. شكرا لحضرتك كابتن، بالتوفيق، بالتوفيق لكل ابناء النادي الاهلي، بالتوفيق للكابتن طه الطوخي واحد من ابناء